مشاهدينا الكرام متتبعي قناة أشواق تيفي، اليوم احنا بصدد زيارة الأرقية بحي زب درعي مدينة أسفي. الأرقية تعرضت لواحد الحادثة السير، يعني تكرفسات فيها شي شوية، عانت بزاف هاد السيدة، وقفوا معها المحسنين في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ديال العلاج ديالها. هي الآن عندها مشكل آخر ديال السكن وديون يعني عليها لحد الآن. نخليوها هي تحكي لكم قصة ديالها. خوتي السلام عليكم، انا رقية زكر، ساكنه في مدينه اسفي. وقعت لي واحد الحادثه في شهر 6، كسيده ترس من الفخاد ديالي ثلاثه الهرسات، ودابا دايره الحديد. داروا لي غير الناس المحسنين، هما جاوا 4 ايام وانا مليوحة في السبيطار في محمد الخامس، ما لقيتش اللي يدير لي الحديد، ما عنديش الوقت. اللي جات واحد الجمعيه خلصوا لي الحديد، درت العمليه. دابا انا كنت ساكنه في واحد السكن كاريه واحد البيت ب 15000، الوقت اللي صافي ما عنديش باش نخلصو، انا كنخدم غير عند الناس، ملي كتصحيحه كندير الميناج غير عند الناس. الوقت اللي وقع عليا هذا الشيء ما بقاش عندي باش نخلص، ما بقات عندي صحه، ما بقاش. حكمت عليا المحكمه بالافراغ باش نخرج، خرجت ديت للسيده سارت للمحكمه، سلمت ولها تمايا. دابا دارت لي دعوه، دعاتني، انا ما عنديش، انا مريضه، عندي الدراري، عندي بنيه عندها 7 سنين. دابا كتمشي ما كاينش اللي كيديها للمدرسه، مره كتمشي مره ما كتمشيش. انا دابا كراو ليا غير الناس المحسنين، الله يجازيهم بخير، الله يحفظهم. هما اللي كراو ليا دابا الدويره ب 20000 ريال، هما اللي شافوني كنطلع للزنقه وجاو خلصوا ليا الدويره. دابا عاودت مول الدار دارت ليا دعوه جديده من شهر 3 لشهر 9. دابا تجاتني استدعاء، هي قال لي غتمشي للمحكمه. ملي مشيت قالوا لي غدوزي عند القاضيه، راه داعيك هاد مول الدار. انا ما عنديش دابا باش نخلص لها هذاك الكرا، انا دابا كيخلصوا ليا غير الناس، هما اللي كيخلصوا ليا. ومريضه وما قداش نجرجر في المحاكم، يعني فخدي كلهم قرود والدراري، وما عنديش اللي يخدم عليكم. هاد الناس اللي دابا خلصوا لي هاد الكره، والناس اللي كيرفعوا عليا ما عنديش اللي يجيب لي شي حاجه. وهاد السيده باغا تكرفصني انا، الدار ماشي ديالها، الدار ديال خوها، وكاتب لها الوكاله خوها في ايطاليا، وعطاتني غير نمره. انا غنشوف هاد الحاله ديالي، ما غيقدرش يدير لي هاد الشيء، ما يقدرش يجرجرني في المحاكم. يا ما استاذه تصري لي لون وتربيه تشكيليه، ما عنديش ملون. أنا شريف، واخا صافي.